النحو كان ايه؟ الحمد لله. كان في تكات؟ اه. طب الوقت كان مناسب؟ يعني يا دوبك. كان في اسئله من اللي جت قبل كده في المنهج لقيتوها، او اللي هي الاسئله اللي بتبقى النماذج اللي موجوده تبع الوزاره؟ مش بس امتحان بنسبه ايه؟ 85. ربنا معاك. ايوه احنا ماسكين المبدا ايه؟ الامتحان ايه؟ بتعمل لك كده. طب والنحو؟ يعني كان في مستوى طالب ايه؟ ولا اعلى شويه ولا ايه؟ والله اللي على ده كله موجود. طب اللي نفسك فيه الى حد ما كويس برضه، يعني كان في خمسه بس. ربنا معاك. فين يا فين؟ تعالي بس. قولي لي عملتي ايه؟ بصي الحمد لله الامتحان ما كانش وحش قوي، بس كان في كذا اسئله كتير بتلخبط، خصوصا الاسئله اللي بدرجتين، وكان السؤال النصوص هو اللي كان تقيل شويه عشان الاختيارات كان فيها كذا حاجه كتير شبه بعض. طب النحو اللي بيبقى دايما راعب الطلاب؟ لا هو بصراحه النحو كان سؤالين بالظبط او ثلاثه هما اللي يعني الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط؟ اه. يلا ربنا معاكي في اللي جاي. الحمد لله والله حلو ولا؟ يعني النحو الحمد لله كان كويس، بس مش قوي، فيه كام سؤال برضو وسؤال، بس القراءة بصراحة عجبني قوي ان هما اتكلموا عن فلسطين وعن حاجات كتير برضو فيها. كان في دعم فلسطين؟ عن فلسطين وعن البيئة والحروب والحاجات دي كلها، بس القراءة والنصوص كانت كويسة. يعني الامتحان كان مستوى الطالب المتوسط؟ المتوسط اه، بس النحو كان تقيل سنة الحمد لله. الامتحان كان ايه؟ لا بصراحة يعني مش عارفة، محدش عارف، بس ما الثانوية العامة وطلاب الثانوية العامة. طب كان في مستوى الطالب الايه؟ المتوسط؟ يعني كان في تكات؟ هو كان كويس، كان في تكات بصراحة، بس هو كان محتاج وقت، يعني لأن التفكير في الأسئلة محتاج وقت بصراحة. ربنا معاكم، انتوا عندكم ايه المادة الجاية؟ المادة ربنا معاكم.